بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة بانوراما للأعمال الخشبية. إن شاء الله في المقطع اللي معنا ده هنقدم لكم ركنة كلاسيك بشكل جديد خالص ومختلف، موف مشجر، فيها شغل جديد خالص ما عملناش قبل كده. الشلتة زي ما حضراتكم شايفين إن احنا بنقعد عليها تحت، معمول عليها نظام خياطة مربعات سن إبرة زي ما المناجرين بيسموها، يعني شكلها جميل جدا وبتدي شكل للشلتة بدل ما بتبقى سادة. طبعا الركنة لها شلت في الظهر زي ما حضراتكم شايفين، وده الدوران مقفول على الحيطة بالتمام والكمال، مفيش أي براح ولا أي حاجة ولا أي مسافات ما شاء الله. الشلتة اللي في الظهر فايبر وبتبقى كبيرة، يعني في ناس بتطلبها عشان تريح الظهر اللي بيقعد مثلا يعني أوقات كبيرة على الركنة ولا حاجة، بتبقى يعني مريحة للظهر لأنه كلها فايبر. طبعا ده بجانب التكيات الصغيرة اللي حضراتكم شايفينها اللي هي الصغيرة دي. كمان الركنة دي معمول لها ترابيزة كلاسيك بشكل جديد خالص برضه مختلف، شكلها جميل جدا. كمان الترابيزة عليها قرص إزاز 8 مللي عشان ما يكسرش، عليه منظر طبيعي مرسوم عليه منظر طبيعي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا المنظر الطبيعي اللي رسمناه عليه عملناه موف علشان يناسب اللون الموف اللي هو معمول في الركنة. زي ما حضراتكم شايفين الترابيزة متثبت فيها مسمارين علشان الإزاز ما يتحركش ولا يتكسر، شكلها جميل جدا وبسيط. طبعا كمان زي ما حضراتكم شايفين الركنه فيها كمان زاويه بتدي شكل للركنه، وليه ترابيزه الشاشه شكلها برضو بسيط مدهونه لون ابيض ديكو برضو، يعني عشان برضو تبقى مناسبه للون، شكلها بسيط جدا وسيمبل.